سيد الوزير، شكرا، نشكرك على هذا العرض في الواقع اللي درتوه، ما فيهاش ما يمكنش نكروه، الا انه السيد الوزير الظروف ديال التنزيل ديالو اولا لابد من الموارد البشريه، والاشكال ديالنا حنا ومربط الفرس هما المشكل ديال الموارد البشريه، توزيع غير عادل ديال الموارد البشريه ما بين المركز والجهه والاقليم في هذه المسائل الاجتماعيه وعلى راسها الصحه. السيد الوزير، كنمشيو لواحد الجهه كنلقاو فيها سته الاقاليم ولا ثمانيه، كنلقاو سبيطار مقاد وفيه واحد العدد ديال التخصصات، وكنمشيو لواحد الاقليم اخر ما كنلقاوش فيه. هذا في واحد الضرب، هذا سارق ديال العداله الاجتماعيه اللي ما فاتي اسيدنا الله ينصرو كل مره كينادي بها، الا ان الحكومه بكل صدق لا تبدع ولا تجتهد ولا تجدد. هنا كيبان امام، حنا متواجدين امام حكومه في سياسه وتدبير عمومي فاشل. السيد الوزير، باش يكون هذا الشيء اللي قلتوه، حنا متفقين، هذا الشيء اللي قلتوه زين بزاف ومقبول والناس غادي تفرح طبيعي. علاش؟ لان كيف كتعرفوا الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه الصعبه اللي كتمر منها دروك واحد الفئه كبيره، راه هذا الشيء ما كيخفاش عليكم. على راسها كنأكد على الموارد البشريه، خصكم تفكروا فيها وانتم وزير تحديد القطاعات العموميه. السيد الوزير، الاشكال الكبير، الناس دابا راه ما بقاتش كطيق، راه الحكومه كلها مشات الزياده في سن التقاعد، الزياده في المساهمه ديال المتقاعدين، تفقير المتقاعدين والفئه المتوسطه، نهار الغنى صندوق المقاصه، ما فكرناش في ذاك المواطن الضعيف المتوسط المغلوب في امره اليوم. وهذا الشيء راه عرات عليه كورونا، كورونا راه عرات هذه المسائل اللي كانت نسبيا مخبيه واحد شويه. دار التحرير ديال المحروقات، ما فكرناش، ما بقيتش عارف نهضر شكون اللي كيدير الثمن ديال المحروقات، دير المازوت، دير ليسانس، دير في الموبيليت، دير ماني المسؤول على الاثمنه ديالو. اذا هنا كله كنجي. سيد النائب المحترم،